وهذه صور مباشرة أيضا تأتينا من جزيرة هاواي لثوران بركان كبير هناك. هذا البركان هو حاليا من أكثر البراكين نشاطا، وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة وسط المحيط الهادئ. وبالعادة يسبق الثوران البركاني هزات من الزلازل التي تتسبب في حدوث شقوق في الأرض، مما يسهل تدفق النيران بشكل كبير إلى الخارج، وتتناثر بالطبع الحمم البركانية. بركان كلاويا في هاواي، هذه صور له باعتباره من أكثر البراكين حول العالم الآن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.